عن هذه اللقطات المباشرة من مطار الرياض، حيث وصول ملك البحرين الملك حمد بن عيسى إلى أرض المطار بالرياض، وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض، وكما تظهر الصورة حديث ودي بينهما في طريقهما إلى صالة الاستقبال بالمطار، حيث استراحة قصيرة ثم يتوجه بعدها إلى جدول أعماله. يصافح ملك البحرين مجموعة من المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين من البلدين. إذن سيستهل ملك البحرين جدول أعماله لحضور وتمثيل بلده في هاتين القمتين، القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية. هاتان القمتان يعقد عليها الكثير من الآمال لشعوب المنطقة للذهاب بها في سبيل التنمية إلى آفاق أرحب وأوسع، لتحقيق حياة كريمة لها، ولتحقيق الاستقرار والتنمية التي يطمح لها قادة تلك الدول، دول الشرق الأوسط والعالم العربي تحديدا. إذن ملك جلالة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى في حديث ودي مع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن في طريقهما إلى صالة الاستقبال بأرضية المطار.